السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم اينما كنتم الى هذا الحوار الخاص الذي ياتيكم على الشاشه الاخباريه السوريه من دمشق. بعد ايام من الاعتداءات قام بها الأسايش، طبعا الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني في مدينه الحسكه السوريه نتيجه اوامر من مشغله الامريكي الذي انزعج من التطورات السياسيه والميدانيه الاخيره في سوريا الميدانيه انطلاقا من حلب وانطلاقا من فشل مجموعاته الارهابيه المسلحه في هذه المدينه وصولا الى تطورات السياسه الاخيره التي جرت طبعا في المنطقه بشكل عام، فتوجه التركي باتجاه الروسي والايراني والتنسيق العسكري الكبير الذي كان بالايام الاخيره ايضا بين الروسي والايراني المتمثل بانطلاق قاذفات روسية من قاعدة همدان الإيرانية باتجاه تنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا. كل هذه التطورات قضت مضجع الأمريكي، فما كان بيده إلا أن يلعب ورقته الأخيرة التي تستر بها والتي حاول فيها أن طبعا يخلط الأوراق في المنطقة، فما كان إلا أن أوعز للأسايش بقيام بهذه الاعتداءات على مؤسسات الدولة والأفراد في مدينة الحسكة. بعد كل هذه التطورات وبعد الاعتداءات الأخيرة يتم الوصول اليوم إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بهذه المدينة. نتحدث عن هذا الموضوع وكل هذه التطورات في الأيام الأخيرة مشاهدينا بهذا الحوار مع ضيوفي الذين سيشاركوني بهذا الحوار معي بالاستوديو، الدكتور أحمد أو الأستاذ أحمد قلعجي المحامي والكاتب. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. أيضا معنا عبر خدمة السكايب من ميونخ الدكتور أيمن عقيلي الكاتب السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور أيمن. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. أبدأ مع حضرتك أستاذ أحمد. إذا قرار لوقف أو اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم في الحسكة، كيف يمكن أن نقرأ هذا التطور؟ في البداية تحية لكم للإخبارية السورية وتحية للجيش العربي السوري ورحمة لأرواح الشهداء. أعتقد بأنه يأتي استكمال لجهد الروسي في سبيل استيعاب الموقف. كما تفضلت في المقدمة هناك نوايا أمريكية واضحة بدلالة الإيعاز بالفعل لعب الورقة الأخيرة. ربما هي ورقة ليست مستجدة، هي ورقة تم الإعداد لها منذ زمن طويل، منذ أيام نشر خارطة الدم لرالف بيتر خارطة الأطلسي التي أشارت إلى أنه يجب تقسيم سوريا، والكثير من الكلام حول أن سوريا لن تعود كما كانت في السابق، لن تعود موحدة، وبالتالي هذا المشروع كان يعمل عليه. الآن هناك بالفعل خطوات تنفيذية في إطار تنفيذ هذا المشروع، لذلك لا أعتقد بأن هذا الصدام يرضي أحد، لا يرضي المكون الكردي الذي هو يعتبر جزء هام من المكون السوري من المجتمع السوري، ولا يرضي أيضا سوريا المجتمع السوري بشكل عام. لذلك أنا أعتقد بأن الوساطة الروسية التي أتت يعني منذ اندلاع الاشتباكات في الحسكة ومنذ أن قامت الأسايش الشرطة الكردية بهذا العمل الأخرق أنا أعتبره، لأن حزب يساري هم تابعون لحزب العمال الكردستاني، والمعروف عن حزب العمال الكردستاني بأنه حزب يساري يعني ولد من رحم الشيوعية، وبالتالي الانصياع إلى هذا المخطط الأمريكي أنا أعتقد إلقاء بالورقة الأخيرة أو كشف كامل الأوراق لهذا المشروع، وبالتالي الرهان على الأمريكي الذي لم يراهن عليه أحد إلا وقد فقد كامل وجوده وكيانه. لذلك أنا أعتقد أن الجهد الروسي جهد واضح في إطار تسوية الأوضاع أو حلحلة الأوضاع، على الأقل فرض وقف للأعمال القتالية لساعات ربما تجدي المباحثات التي تتم حاليا في حميميم والتي يراقبها الأمريكي دون أن يتدخل بها. هذا هو الأمر. لماذا يراقب الأمريكي دون أن يتدخل رغم أنه هو أثار هذه الزوبعة؟ لأنه أثار هذه الزوبعة ولأنه ليس له مصلحة بأن تهدأ الأمور، وبالتالي هو يحاول أن يشغل أدواته من بعيد، يحاول أن يقود هذه العملية من بعيد، ولديه يعني لديه ممثلين في هذه الاجتماعات من خلال هذه الأدوات، ولكن أن يكون هناك تدخل مباشر لا أعتقد بأن الأمريكي سوف يخطئ هذه الخطيئة، لأنه سوف يلزم نفسه بأي نتائج يمكن أن توصل إليها مثل هذا الاتفاق، وبالتالي هو يحاول أن يراقب المشهد وأن يعز لأدواته إما لخرق التهدئة التي حصلت يعني منذ يومين على ما أعتقد، وأيضا لكي يتابع تطورات المشهد على أرض الواقع، هل سوف يتم خرق الاتفاق أم سوف يتم السير قدما في تنفيذ هذا الاتفاق؟ نعم دكتور أيمن، إذا أردنا أن نتحدث عن الأسباب التي فعلا أدت إلى هذا التطور الأخير بمدينة الحسكة وتحرك الأسايش بهذه الطريقة وبهذا التوقيت بالتحديد، ما الرابط بين كل التطورات الأخيرة وبين هذا التحرك من وجهة نظرك؟ وأي دور للأمريكي حقيقة فيه؟ بداية تحية لك وللأستاذ أحمد في الاستوديو وللمشاهدين الكرام.
أريد أن أعلق قليلا أن أعتقد أيضا أوافق الأستاذ أحمد على ما ذهب إليه أن الأمريكي دور أساسي في الخطوة التي قامت بها وحدات الحماية وأيضا قوات الأسايش في الحسكة وغيرها. لا أنظر إلى هذا الأمر بعيدا عن المعركة والاستحقاقات الميدانية والإنجازات أيضا التي يحققها الجيش السوري وحلفائه أخيرا في حلب. أعتقد أنها تندرج عموما في إطار الاستنزاف المتزايد. أكثر من ذلك، أن إذا ما نظرنا إلى الخريطة الاستراتيجية في الشمال السوري تحديدا، نرى أن هناك نوع من مصلحة أو نوع من مصلحة مشتركة أو على الأقل خطوط مفتوحة نجح الروسي في بنائها ما بين السوري والإيراني وربما وتحديدا التركي، عملت على تحييد السعودي وعملت على تحييد الأمريكي أيضا. لا أعتقد أن خطوة تحريك الأكراد تندرج بعيدا عن هذه الخطوة، إنها تهدف إلى استنزاف الجيش السوري وهو مطلب أمريكي وهو أولوية أساسية للأمريكي، إضافة إلى تعقيد الأمر لأن الطرف الكردي الآن قوات سوريا الديمقراطية تحديدا لم تجزم أمورها، لم تسلم كل أوراقها للأمريكي على ما أعتقد، ولم تسلمها لدمشق بالتحديد. وحتى إذا ما نظرنا على سبيل المثال إلى بنود أو إلى المداولات التي مداولات وقف إطلاق النار وإعلان الهدنة التي تجري حاليا أيضا في حميميم، ولو أنها قطعت شوطا متقدما وهذا شيء إيجابي، نظرنا نجد أن المطلب الكردي لم يتم تصعيده بشكل لفرض الرفض من الجهة السورية. لم يقطعوا الأكراد شعرة معاوية مع دمشق، لم يذهبوا إلى المطالبة بالإدارة الذاتية. هم طلبوا، أعتقد بعض مطالبهم ممكن تحقيقها وأعتقد قادر على تحقيقها، لا مشكلة، والمطالب الأخرى يمكن النظر إليها. نرى أن الكردي هنا يحاول أن يجد صيغة ما من أجل تحقيق مكاسب معينة من دون أن يقطع تماما مع دمشق، أساسي جدا جدا. إذا رجوع إلى جواب الأول، هذه المسألة دخول الحسكة إلى الخط بالإضافة إلى استنزاف محتمل الجيش السوري، وأعتقد أن دمشق نجحت حتى الآن بذكاء في تفادي هذا الاستنزاف، تهدف أيضا إلى تعقيد الوضع من خلال خلق مصالح متضاربة بين الروسي والتركي على سبيل المثال، وحتى ما بين السوري والتركي، دعنا نقول لذلك، لأن الخريطة الآن في حلب معقدة جدا، ولذلك نشهد الآن الكلام عن جرابلس بدأ يظهر إلى النور، ويبدو أن هناك أكثر من مصدر متقاطع يقول أن هناك على سبيل المثال تم رمي رقم حوالي 15 من المستشارين الأمريكيين استطلعوا منطقة طرابلس، وفي هذه الأثناء حتى تتقدم القوات الكردية إلى جرابلس بالإضافة إلى العديد من المسلحين تحت الحماية التركية وبعضهم الكثير منهم على داخل الحدود التركية من أجل اقتحام هذه المدينة. إذا جرابلس من جهة والحسكة من جهة أخرى، كلها ملفات على علاقة أساسية مع الأكراد، وهي للأسف خلقت لتعقيد الوضع ولمنع حصول نوع من توافق يؤذي الأمريكي في المنطقة. نعم. والكردي هو أداة بكل أسف. نعم، ابقى معي دكتور لو سمحت. إذا كان فعلا المستهدف من قبل الأمريكي خلط الأوراق أستاذ أحمد، وانزعاج واضح وعدم رضا عن التوافقات التي كانت تجري على الأقل إعلاميا، خلينا نقول أستاذ أحمد، بالفترة الأخيرة بين التركي والروسي والإيراني، كيف ستتعاطى أو كيف ستكون طريقة الرد للأمريكي حيال هذا النجاح الروسي إذا صح التعبير، حتى بموضوع الهدنة على ما يبدو تنجح روسيا مقابل التصعيد الأمريكي؟ وجدنا الرد الأمريكي واضح منذ اللحظات الأولى. الولايات المتحدة دخلت إلى سوريا، ليست لتخرج، يعني حاولت أن تبطن هذا الدخول أو تغلف هذا الدخول أولا بمحاربة داعش، ومن ثم الآن نجد بأنها يعني تخلق ذريعة أخرى لحماية مستشاريها الموجودين على الأرض، هؤلاء الذين أتوا لتدريب ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، وأنا أعتقد بأنهم أتوا ليتمركزوا هنا بما يسمى غزو، يعني وفق منظور القانون الدولي غزو واضح، هم دخلوا دون موافقة الدولة السورية، وبالتالي وجودهم غير مشروع على الإطلاق، ما يقوموا به هو غزو. الرد الأمريكي كان واضح بالفعل، حاولوا اعتراض الطائرات السورية التي قامت بطلعات، حاولوا أيضا يعني تهديد روسيا إلى حد ما وتحذير روسيا بأنه هناك مناطق يوجد بها مستشارين ولا يجوز قصفها، وبالتالي
هم يحاولون أن يحموا شيء فرضوه على أمر الواقع، أو يحاولون فرضه على أمر وهذه الواقع. الهدنة إلى أي حد تسحب الذرائع اليوم أستاذ أحمد من يد الأمريكي في حال تمت واستمرت بنشاطها؟ بالتأكيد أولا وآخرا يعني مسألة الهدنة أو وقف العمليات القتالية ووقف إطلاق النار، كل هذا الأمر يصب في إطار إفشال المشروع الأمريكي. المشروع الأمريكي أولا وآخرا لا يراهن فقط على فرض أمر واقع، ولكن يراهن على الفتنة داخل المجتمع السوري، يراهن أيضا على تشتيت جهد الجيش العربي السوري، على خلق جبهات موازية للجبهات التي يقاتل فيها الجيش العربي السوري، وبالتالي إضاعة الجهد العسكري، وبالتالي حماية باقي الأدوات الأمريكية. نتحدث عن الكثير من الفصائل الإرهابية المسلحة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية حمايتها، ولكن عندما تبين هذا الأمر وعندما سقطت مسألة تبديل الأسماء التجارية من جبهة نصرة إلى جبهة فتح الشام وغيرها، وحاولت أيضا الولايات المتحدة حماية مجموعة نور الدين زنكي، وأصبحنا نفتش بالمجهر عن معارضة معتدلة تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، لم نجد لا نحن ولا الروس. وبالتالي هم يلعبون بالورقة الأخيرة بالفعل من خلال تعزيز هذه الورقة، هم يحاولون فرض أمر واقع وأيضا فرض مشروع فتنوي داخل سوريا. مثل هذه الاتفاقيات أعتقد بأنه هي محاولة لتغليب لغة العقل، محاولة لإعادة الأمور كما كانت، محاولة للحفاظ على النسيج السوري. وأنا أعتقد أن هناك الكثير من الواعيين داخل إخواننا في المكون الكردي السوري طبعا حريصون أيضا على هذه المسألة، وبالتالي سوف يبشرون مثل هذا المشروع. نعم دكتور أيمن، إذا أردنا أن نتحدث أيضا إلى أي حد هناك إمكانية أو رغبة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية بهذا التوقيت تحديدا للتصعيد، طبعا في حال مضى أو أخذ الموضوع أشكال أخرى وأبعاد أخرى. يعني أعتقد أن التصعيد بدون سقوف واضحة، أو دعيني أقول سقوف مرتفعة، غير وارد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن التركي بإمكانه أن يناور إلى حد ما، ولكن ليس على طول الخط، لسبب بسيط، وهو أن المصلحة التخريبية والدور التخريبي للتركي في سوريا هو مصلحة استراتيجية بحسب تشخيص أردوغان، إلا أن العامل الكردي هو عامل وجودي وهو يتقدم على المصلحة الاستراتيجية بطبيعة الحال. وبالتالي إذا ما عمل الأمريكي على الضغط كثيرا على الجرح أو على الملف الكردي الحساس جدا، وهو عابر للبلدان على كل حال، عابر لسوريا وللعراق ولتركيا وإلى حد ما لإيران، إذا ما بالغ الأمريكي في الضغط على هذه الورقة فهو يكون يدفع تركيا رسميا باتجاه تفضيل علاج الملف الكردي على حساب رؤيتها الاستراتيجية التخريبية للأسف داخل السوري. لذلك أعتقد أن الأمريكي لن يضغط كثيرا على التركي في هذا الملف، وهو سيعمل كما أسلفت على إشغال الجيش السوري بشكل ميداني وبشكل سياسي بين الأطراف، لأن الاتفاق أو التنسيق هو ليس اتفاق بطبيعة الحال، هو أقرب إلى تنسيق الآن، التنسيق على الروسي التركي وأيضا بمكان آخر مع السوري وبالتأكيد مع الإيراني لا يصب في المصلحة الأمريكية. وإضافة إلى التقدم الأخير للجيش السوري وحلفائه في حلب، مما إلى حد ما يشي بأن التركي لن يبالغ قليلا في الوقوف بوجه هذا التقدم، وربما سيرضى بالقليل بعدما كانت أحلامه متورمة في الشمال السوري. الآن الروسي تحديدا علاقته جيدة مع الكردي، ولكن الروسي عمليا يعلم أيضا أن الكردي بالأخير سيصب عند الأمريكي وليس عنده، لأكثر من اعتبار، ولو أنا أعتقد أن الكردي ليس عند الأمريكي بالكامل إلا أنه الأقرب إليه. أعتقد أن الروسي، وهذا كان تحليل من بعض الأوساط الكردية بطبيعة الحال، أن الروسي إذا ما خير ما بين مصلحته أو ما بين علاقاته مع العديد من الأطراف الكردية وما بين علاقاته المستجدة، هي قديمة ولكنها الآن مع التركي، هو سينحاز إلى مصلحته مع الأتراك، وفي هذه النقطة يتوجس الأكراد كثيرا. عموما لأقدم جواب والأمريكي مختصر دكتور الحال. أيمن، والأمريكي إذا أردنا أن نتحدث عن علاقاته مع الكردي والعلاقات الاستراتيجية بطبيعة الحال مع التركي، ضحى تحديداً لآخر لحظة، يعني ذهب بالتضحية بالتركي
إلى الآخر نستطيع القول كذلك؟ أحسنت، أنا هذه هي النقطة تحديدا التي أردت التطرق إليها في طبيعة الحال. أردت أن أقول أن العلاقات التركية الأمريكية لن أقول مقطوعة، ولكن التركي عودنا على المناورة، وحتى الروسي هو لا يأمن جانب التركي، ولذلك قلت في البداية أنه تعقيد الأمور، تعقيد الأمور من أجل عدم خلق مصلحة واضحة يكون الأمريكي خارجها. تعقيد الأمور أيضا هو واضح عند بعض القيادات الكردية، لذلك لم تحاول أن تقطع شعرة معاوية مع دمشق، لم تطلب الإدارة الذاتية، لأن طلب الإدارة الذاتية الصريحة سيعني بطبيعة الحال أن هذه الأطراف ذاهبة بعيدا في عدائها لدمشق أو في القطع مع دمشق، وهذا مما لم تقم به. أعتقد أن كل الأطراف متوجسة من بعضها البعض، وحتى الآن أرى أن ما يقوم به الطرف الروسي واستثمار ذكي ويسير الأمور بشكل جيد. لنرى إلى أي حد، تحديدا سؤالك، نرى إلى أي حد سيضغط الأمريكي. أعتقد أن جرابلس، معركة جرابلس قادمة كما يبدو بحسب العديد من المؤشرات، إلا أنها لن تكون مفصلية، بمعنى أن داعش ضعيف جدا داخل المدينة، وهو سحب العدد الأكبر من قواته، وأعتقد أنها غنيمة، إما تكون للمسلحين المقربين من تركيا، وإما أنها تكون من نصيب الأكراد، وإما أن يتم تقاسمها بطريقة ما. هي محطة أساسية لاختبار هذه المصالح المتجددة بين العديد من الأطراف. نعم. طيب أستاذ أحمد، إذا كان فعلا الأمريكي اليوم يريد أن يضغط ويخلط الأوراق نتيجة مخاوف وهواجس من تقاربات تكتيكية إذا صح التعبير بين الروسي الإيراني والتركي، وبطبيعة الحال السوري موجود لأن الملف السوري هو نقطة الخلاف بين هذه الأطراف، الموضوع الكردي أيضا هو كما قال ضيفي يثير قلق هذه الأطراف مجتمعة، ألا يمكن أن تؤدي هذه الورقة إلى تقريب أكثر أو تقارب تكتيكي أكثر تفرضه المصلحة المشتركة، وبالتالي تجري السياح بما لا تشتهي السفن أمريكا بهذا الملف وبهذه النقطة؟ يعني ليعلق على مسألة فقط قبل أن نبدأ بالإجابة على السؤال الذي تفضلت به، يعني كان هناك طروحات، وهذه الطروحات تتعلق بالفدرالة، والفدرالة يعني مشروع انفصالي طالما أنه تم بهذه الصورة، وبالتالي كان هناك طروحات خطيرة جدا، وتمس السيادة السورية وتمس وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. هذا الأمر أنا أعتقد بأنه إلى حد ما لقي إجماع الكثير من الفصائل، وهذا يدلل بالفعل بأن هناك مشروع تراه الولايات المتحدة الأمريكية يقوم على أساس تفتيت سوريا، وهذا طرح بهذا التوقيت بالذات انا اعتبره طعنه من في الظهر، في ظهر سوريا، طالما انه تم بهذه المساله. اعود للسؤال الذي تفضلت به، هل سوف يشكل نقطه تقاطع؟ انا اعتقد بالفعل سوف يشكل نقطه تقاطع، كما تفضل ضيفك الكريم الاستاذ الدكتور ايمن، هناك الكثير من الدول التي تستاء من خلال طرح مثل هذه الطروحات، لانها تمس امنها القومي وتمس ايضا اراضيها ووحده اراضيها. نتحدث عن تركيا، نتحدث ايضا عن المستجد الا وهو ايران. هناك الكثير من العمليات التي قامت بها بعض الفصائل الكرديه التابعه للحزب الديمقراطي الكردستاني داخل تركيا، والتي تبين بانها مموله من السعوديه. ايضا هذا المشروع يتم تاسيس له في تركيا، ويتم التاسيس له في سوريا. في العراق هناك امر اصبح تبلورت معالمه، بدل ان يكون هناك تبعيه الى حد ما اداريه للسلطه المركزيه في العراق في بغداد، وجدنا بان هناك في خاصه فيما يتعلق بالنفط هناك استقلال تام، وهناك محاوله لاعلان استفتاء او اجراء استفتاء على مساله الانفصال عن العراق. اذا هذا المشروع بالفعل كما تفضلت يشكل نقطه تقاطع. نقاط التقاطع هذه بين الكثير من الدول، سواء الاتحاد الروسي الذي هو حريص على وحده وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأيضا هو حريص على حل هذه المسألة وحل الصراعات في المنطقة بالوسائل السلمية، هذا أولا، وهو يدرك بالفعل بأن تنامي المشاكل المتعلقة بهذا الملف تحديدا سوف تفجر المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة بتفجير المنطقة واحتواء الصراع وإدارة الصراع، وليس إيجاد حل لهذا الصراع. كان هناك بالأيام الأخيرة تصريحات أمريكية بهذا الاتجاه، بالتأكيد الاستنزاف، يعني هي ماضية في الاستنزاف ولا ضير. حتى الاجتماع الذي حصل في العام 2014 والذي حضره المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانيال روبنشتاين في باريس، وحضره أيضا وزير الخارجية الفرنسي، ودعوا إليه بعض القيادات التركية، تم طرح مثل هذه الطروحات، وأعتقد بأن الذين يسمعون يدركون ماذا حصل في هذا الاجتماع من تنفيذ لخطط ومن الإعداد لخطط على أرض الواقع. أعود إلى النقطة الأساسية، هناك استحالة في تنفيذ هذا المشروع، وأتمنى من الجميع أن يدرك مدى هذه الاستحالة، وأنهم يلعبون بالفعل بالنار.
على شو بنيت رأيك موضوع انه مستحيل تحقيق المشروع كما استاذ؟ قلت، مسألة الحصر الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذا المشروع في هذه البقعة الإقليمية التي لا يوجد لها حاضنة. دائما عندما نتحدث عن مشروع مثل هذا المشروع يجب أن تكون له حاضنة إقليمية أولا، ويجب أن يكون له بعد جيوستراتيجي مبني على رؤية بعيدة المدى. ولكن الرؤية القاصرة في هذا الموضوع بالذات أنا أعتقد بأنها ربما تحقق مصالح آنية ولكن لا تحقق مصلحة جيوستراتيجية. يعني نحن نتحدث عن الجيوبوليتيك الآن، تغيير الستاتيكو في المنطقة بهذه القوة بهذا العنف رغم دعم الولايات المتحدة الأمريكية لن يجدي نفعا. بالنهاية هناك الكثير من التجارب التي دعمت الولايات المتحدة الأمريكية تجارب مثل هذا النوع وخسرت الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك قلت في بداية كلامي بأن هناك الكثير من راهنوا على الإدارة الأمريكية وفي النهاية انتهوا كما انتهى المشروع أو خسروا كل شيء. أعتقد بأنه يجب بالفعل أن يحكموا لغة العقل، أن لا تكون الحسكة الآن هي محاولة للضغط على الجيش العربي السوري. وأنا أعتقد بأن يعني لنتحدث بشفافية، لو أنهم استطاعوا أن يأخذوا الحسكة لأخذوها، ولكن هناك جهد يقوم به الجيش العربي السوري والقوات الدفاع الوطني والقوات الحليفة هي التي نقول حالت دون إنجاز هذا الأمر. وأعتقد بأن الوساطة الروسية الآن ووقف العمليات القتالية ربما تدفع البعض لإعادة الحسابات ويدرك على الأقل أين يقف. نعم دكتور أيمن، يعني الروسي اليوم حاضر في الشمال السوري والأمريكي أيضا من خلال هذه المشاريع، إلى أي حد ما يجري اليوم يمكن أن نقول بأنه هو شكل من أشكال الصراع الروسي الأمريكي، وبأنه الأمريكي بعد كل الإخفاقات الأخيرة للمجموعات الإرهابية المسلحة يناور ليقول بأنه هو موجود ولم يترك الساحة بالمطلق في المنطقة وفي سوريا للروسي؟ يعني أنا أؤيد ما يشي به سؤالك إذا فهمته صحيحا. يعني على كل حال أعتقد أن ما يحدث في الآونة الأخيرة بالنسبة للأمريكي، هناك الكثير من الأوساط في واشنطن عبر الصحف ومراكز الأبحاث ذهبت إلى أن العنوان العريض للمشاعر، صح التعبير، مشاعر واشنطن في تدخلاتها السورية هو خيبة الأمل. لأن إذا ما تكلمنا أو إذا ما سمحنا لأنفسنا بالتكلم بحسن نية، لأن كل فصيل قامت واشنطن بدعمه بشكل مباشر أو غير مباشر تبين أنه إرهابي أو إسلامي أو ينزع إلى التطرف، وهو لا يجمعه مع واشنطن إلا معاداته للحكومة السورية الحالية. هذا إذا ما افترضنا حسن النية بمطلق الأحوال. الأمريكي وصل إلى قناعة أن الطرف الوحيد الذي يعتبره يمكن الاعتماد عليه وحقق إنجازات بين قوسين محدودة ولكن موجودة على كل حال هو الطرف الكردي، ويمكن الاعتماد عليه. وهناك تجربة عراقية كانت ناجحة، تقييم الأمريكي لها أنها كانت ناجحة. كما قلت سابقا، الملف الكردي عريض في المنطقة وهو عابر لأربع دول أساسية جدا وهي شريكة في الملف السوري. لذلك الأكراد تحديدا عليهم أن يدرسوا خطواتهم جيدا، لأن أي شيء ممكن أن يرتد عليهم، ولأنهم الخاسرون في النهاية، إذا ما الخاسرون وظهرهم على الحائط كما يقال بالعامية، في إذا ما قاموا بخطوات ناقصة. هذا هو مرد التردد الكردي أو عدم الركون الكردي إلى جهة دون الأخرى، وهو محاولة احتلال الوسط في كافة المحاور. بالنسبة للملف الصراع الأمريكي الروسي، طبعا سوريا في الأخير هناك حكومة أكيد مستقلة ولها تحالفاتها، إلا أن بالأحلاف الاستراتيجية وبالمعارك الاستراتيجية، إذا ما استطعنا أن نقول كذلك نلفظ كذلك، أعتقد أن سوريا هي ملف من ملفات الصراع أو الاستحقاقات الصراعية فيما بين روسيا وأمريكا. الأمريكي يصنف نفسه على ما يبدو من خلال تلمس الكثير من الصحف ومن المطالعات والمقاربات لكبار الاستراتيجيين الأمريكيين، أن الأمريكي لم يستطع أن يكون حاسما. هذا إذا ما كنا متفائلين. الأمريكي خسر
خاسرة بحسب العددين أيضا من المفكرين الاستراتيجيين الأمريكيين، خاسرة في سوريا ويخسر، وهو يريد وهو يرى في الورقة الكردية وكأنها متنفس أخير، وكأنها عبارة عن وكأن الكرد هو عبارة عن جماعة يستطيع أن يراهن عليهم من أجل تحقيق مصلحة سورية له، لكي يبرر الإنفاق، لكي يبرر السياسة المتبعة منذ منذ ما يقارب 6 سنوات إلى الآن. ولكن هذا ليس يعني فيما كان اذا ما كان هناك صراع او هناك عباره عن تفكير او حوار استراتيجي روسي امريكي، لا يعني ان على الاطراف الذين هم موضوع هذا الصراع والذين هم الاطراف المباشرون لهذا الصراع، لا يعني ان يمضوا مباشره. هناك الكثير من الهوامش التي يستطيع هؤلاء الاطراف ان يتمتعوا بها. الحكومه السوريه تعرف ان تمتلك هذه الهوامش، ومن هنا نسمع بين الفينه والاخرى عن ما يشاع عن خلافات او عن تباين في وجهات النظر بين السوري وبين الايراني، بين السوري وبين الروسي، وهذا شيء اكثر من طبيعي لاننا بصدد طرف مستقل ياخذ قراراته بناء على مصلحته. اما الكردي يجب ان ينجح في بناء هذه العبارة. ولكن تعليق أخير، لأن التكلم على أن الكرد يجب أن يمتلك سياسة خاصة أو سياسة ذاتية باتجاه الأمريكي يبدو غريبا قليلا، باعتبار أن الكرد هم بالأخير قومية من بلد متعدد القوميات، عربي الطابع ولكنه متعدد القوميات وعلماني كسورية. لكن أعتقد أن هنا من الضروري تبني مقاربات، دعني أقول مقاربات غير كلاسيكية للوضع السوري. صحيح نحن أمام نظام غير فيدرالي، نحن أمام نظام موحد ومن غير المسموح لكل طرف أن يستغل أجواء عسكرية ما، فوضى عسكرية ما من أجل مطالبة بالانفصال، هذا شيء ممنوع بطبيعة الحال. ولكن على الحكومة السورية تبني، من الأفضل لها تبني مقاربات غير كلاسيكية وغير تقليدية، بمعنى وهي تفعل ذلك بمطلق الأحوال، بمعنى أن الكردي الآن إذا لم يكن إذا امتنع عن الذهاب بعيدا في مطالباته وتبنى موقفا إلى حد ما شبيه بموقفه خلال 5 سنوات الماضية، فأنا لا أرى مانعا من التعاطي معه، سيما أنه يشكل ورقة قوية بوجه التركي، واعتقد انها ورقه بطاقه حمراء بوجه التركي اذا ما امعن في التصعيد في الشمال السوري في ملفات اخرى، دعنا لا ننسى موضوع حلب وموضوع جسر الشغور وغيره. نعم، موضوع حلب والتصعيد الاخير استاذ احمد، طبعا راح خليك تعلق على الكلام اللي قاله الدكتور ايمن، ولكن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن خطوط حمراء في مدينة حلب، وإلى أي حد اليوم عندما تغض أو تتناسى ما يجري في حلب وتنتقل إلى مدينة الحسكة، إلى أي حد نستطيع القول بأنه هناك تسليم مطلق اليوم من الأمريكي بأنه لم يعد بإمكان مجموعاتها الإرهابية المسلحة أن تحقق الفارق الذي كانت تريده من مدينة حلب؟ بكل محبة واحترام سمحت لي أن أعلق على الدكتور ما تفضل به الدكتور أيمن. يعني أنا أعتقد أن المسألة هي مسألة ربما فارق في الدعم التنموي، في المشاريع التنموية، في بعض الأمور، ولكن أعتقد بأن المسألة الأهم أن ندرك جميعا كمواطنين سوريين أولا بأن الانتماء أولا وآخرا للدولة السورية. هناك الكثير من القوميات داخل سوريا، ورغم ذلك المجتمع السوري هو مجتمع له كينونته الخاصة، له طابعه المستقل، مع احترام للجميع. نحن إلى الآن لا نعترف بمسألة الأقليات، لأنه لا يوجد أقليات في سوريا بالمعنى الثقافي. هناك مكونات، وهناك بغض النظر عن أعداد هذه المكونات في كل مكون، ولكن بالنهاية كله هذا نسيج سوري. ربما لأن الحكومة السورية والدولة السورية تعاطت منذ بداية العدوان على سوريا، منذ بداية الاندلاع على الأحداث، تعاطت من غير هذا المفهوم، من غير هذا المنطق مع الأخوة الأكراد. ولكن كما قلنا الأمر لا ينفي وجود مشروع، يعني مشروع ثابت، وهذا تحدثنا عنه في وفق التقارير الأمريكية حتى منذ فترة. يعني أندرو جي تابلر وجيمس جي جيفري في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى كان لهم مقال مطول حول ضرورة أن تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قوات محلية داخل سوريا، باعتبار أنها
بدأت تفقد أدواتها الأساسية. يعني كان هناك نصائح، حتى الموقع كارنجي على ما أعتقد كان يشير بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقي على تنظيم القاعدة واقفا على قدميه، لأنه يحقق لها الفائدة المرجوة بأن يبقى في مواجهة الجيش العربي السوري، لأنه يملك حسب وصفهم يملك براغماتية من خلال العمليات الانغماسية، العمليات الانتحارية، هذا يعتبرونه براغماتي، وبالتالي يمكن له أن يواجه الجيش العربي السوري رغم يقينهم بأنهم ليس هناك معارضة معتدلة كما يدعون، وبالتالي الاعتماد كان على تنظيم القاعدة. عندما تجد الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بأن أدواتها تهزم في حلب وبأن أكذوبة معارضة معتدلة وغير معتدلة سقطت في مواجهة الروس الذي أصر والذي أحرج الإدارة الأمريكية على ضرورة تبيان هذه المسائل، أولا تبيان المواقع التي تقول بأن هناك معارضة معتدلة، الأمر الآخر تبيان موقفها من تنظيم القاعدة، الأمر الآخر أيضا هي مسألة عدم السماح بأن تكون التهدئة أو العمليات الإنسانية وسيلة لدعم التنظيمات الإرهابية داخل سوريا. إذن هي أيقنت بأن حلب خرجت يعني عاجلا أم آجلا سوف تخرج خارج المعادلة أو خارج قوة التأثير الأمريكية في الشأن السوري في مواجهة الروسي طبعا وفي مواجهة الإيراني. هناك رغبة أمريكية بأن يبقى الصراع داخل سوريا لاستنزاف الإيراني والاستنزاف الروسي والاستنزاف السوري أيضا داخل سوريا. لذلك معركة حلب قلنا دائما بأن لها خصوصية هامة جدا. عندما يندحر الأمريكي وأدوات الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حاول التركي إلى حد ما الانزياح أو الخروج خارج هذه المعادلة ربما مع وجود ضمانات من الروسي إلى حد ما، هذه الضمانات أو هذه المحاولة أو هذا الانزياح لم يتبلور إلى الآن، لذلك ننظر إليه بحذر على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدرسي أو البحثي. لذلك أنا أعتقد بأن الأمريكي عندما أيقن بأن حلب عاجلا ما آجلا سوف تخرج من المعادلة حاول مباشرة أن يلعب بالورقة التي تبقت لديه، ألا وهي القوات المحلية التي طالما دعمها والتي أنشأها، قوات سوريا الديمقراطية ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا الحديث الأمريكي عن مسألة قوات أو جيش سوريا الجديد في الجبهة الجنوبية وضرورة محاربة داعش. هذا الأمر يأتي تزامنا أيضا مع التصعيد الإسرائيلي في الجبهة الجنوبية وقيامه بطلعات وقصفه العديد من المواقع داخل منطقة مدينة القنيطرة. إذن هذا المشروع الأمريكي أعتقد بأنه الورقة الأخيرة أو اللعب بالورقة الأخيرة في هذا الموضوع، لذلك هو ركز على الحسكة. لماذا لم يتجهوا إلى الرقة؟ يعني هذا السؤال يطرح نفسه بقوة، لماذا لم يتجهوا إلى الرقة في حين كان السباق الأساسي باتجاه الرقة؟ صحيح. عندما استدار الجيش باتجاه مدينة حلب لأن المشروع كان يركز على مدينة حلب ككسر لوحدة سوريا انطلاقا من هذه النقطة. حاول أن يبقي الخط الأحمر أو ينقل خطوطها الحمراء باتجاه الشمال السوري بذريعة كما قلنا بأن هناك مستشارين يساعدون قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي لا يجوز للجيش العربي السوري التقدم في هذه المنطقة، وأيضا لا يجوز للروس القيام بعمليات. هو يحاول خلق أمر واقع، لذلك أعتقد بأن الحسكة هي استكمال للكانتونات التي تم الحديث عنها في إطار هذا المشروع الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع والذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غير مباشرة. بدي أعتذر منك أستاذ أحمد وأيضا الدكتور أيمن، ابقوا معي لو سمحت مشاهدينا، نذهب إلى مجلس الأمن حيث هناك كلمة للدكتور بشار الجعفري في جلسة خاصة لمجلس الأمن طبعا حول قرارات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. مجلس الوزراء في ماليزيا لهذا الاجتماع. السيد الرئيس، تكتسي مبادرتكم لتنظيم هذا الاجتماع حول تنفيذ القرار 1540 أهمية كبيرة في الوقت الراهن بالنسبة لبلادي، فقبل 12 عاما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1540 إدراكا منه للحاجة إلى تعزيز الجهود الهادفة للحد من التهديدات الناشئة عن إمكانية حصول الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة الأخرى المسمات من غير الدول على أسلحة دمار شامل أو مواد تصنيعها أو معدات إيصالها، وقد أفلحت الجهود التي بذلت على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية لتطبيق أحكام هذا القرار في تحقيق بعض النتائج الإيجابية. ومع ذلك وبالرغم من كل ذلك لا تزال هناك ثغرات كبيرة يستغلها الإرهابيون للحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها لتحقيق مآربهم الإجرامية، لا بل إننا نرى انخراطا مباشرا لحكومات دول أعضاء في هذه المنظمة في تزويد الجماعات الإرهابية بأسلحة كيماوية أو مواد إنتاجها، وتورطا لدول أخرى
بعضها للأسف يدعي شيئا هنا ويمارس غيره على أرض الواقع. في غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لا تقتصر أبعاده على دولة أو منطقة جغرافية معينة. السيد الرئيس، إن الانتهاكات الخطيرة للقرار 1540 تتجلى كحقيقة للأسف فيما تشهده بلادي سوريا، من استخدام الجماعات الإرهابية الإجرامية لمواد كيماوية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين وبدعم من حكومات دول عربية وأقليمية، وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في هذه المنظمة، بعضها عضو في هذا المجلس الموقر للأسف. وكمثال حديث مؤلم على استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط على أراضي بلادي سوريا لمواد كيماوية، أشير إلى قيام الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة حوش الفارة في ريف دمشق بتاريخ 13/6/2016 بإلقاء قنبلة تحتوي مواد كيماوية على عدد من جنود الجيش العربي السوري. أما المثال الأحدث فهو قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بتاريخ 2 آب الجاري أغسطس 2016 باستهداف منطقة العواميد في حلب القديمة بقذائف تحوي غازات سامة أودت بحياة ستة شهداء مدنيين وإصابة 20 آخرين بحالات اختناق. هنا لابد من إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن ما زال مصمما على وصف الجماعات الإرهابية التي شنت هذه الهجمات الكيماوية بالمعارضة المعتدلة بعد تعديلها وراثيا في مخابر أجهزة استخبارات دول هؤلاء الأعضاء، وما زال هذا البعض يزود هذه المعارضة الإرهابية المرتزقة بالسلاح والمال والغطاء والدعم اللوجستي مراهنا على إطالة أمد الأزمة مهما كان الثمن فادحا، وفقا لما صدر مؤخرا من تصريحات على لسان السيد روبرت مالي مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط. هكذا قال السيد روبرت مالي: لقد قامت حكومة الجمهورية العربية السورية بإطلاع السيد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بحادثة منطقة العواميد، وطلبت منه إرسال بعثة لتقصي الحقائق في الادعاءات حول استخدام المواد الكيماوية في سوريا للتحقيق وبشكل فوري في الحادثة، وذلك حرصا من سوريا على كشف الحقيقة حول ارتكاب الجماعات الإرهابية المسلحة لجرائم استخدام الأسلحة الكيماوية وتحديد هوية الفاعلين ومن وراءهم. كما قمت مؤخرا بتكليف من حكومة بلادي سوريا بإبلاغ مكتب السيد الأمين العام ورئاسة آلية التحقيق المشتركة الجيم بمعلومات عن قيام المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش بتجهيز ما يقارب 450 قذيفة مدفعية، قذيفة مدفعية مزودة بغازي الخردل والكلور السامين في مدينة الموصل العراقية ومحافظة الرقة السورية، وذلك بإشراف مسؤول في التنظيم عن تصنيع المواد السامة هو الإرهابي عبد الرحمن النوي، حيث تم نقل عدد من تلك القذائف إلى محافظة دير الزور السورية. وكانت حكومة الجمهورية العربية السورية قد نقلت من خلال عشرات الرسائل الرسمية التي وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 التي تترأسونها معلومات حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب في بلادي، وخاصة الحكومتان التركية والسعودية، بتسهيل حصول الجماعات الإرهابية المسلحة على أسهلة أسلحة ومواد كيماوية. وقدمنا لمجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بتطبيق القرار 1540 بدءا من رسالتنا المؤرخة في 8/12/2012 وانتهاءا برسالتنا المؤرخة في 8/8/2016 معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة بتصنيع واختبار أسلحة كيماوية على أرانب في مختبر يقع بمدينة غازي عنتاب التركية تمهيدا لاستخدامها ضد المدنيين السوريين.
وكذلك عن محاولة الإرهابيين إدخال كميات من غاز السارين، لترين من غاز السارين تحديدا، عبر الأراضي التركية بعد أن نقلوها على متن طائرة مدنية من ليبيا إلى تركيا في شهر أيار 2013 لاستخدامها في سوريا، وتوجيه الاتهام للحكومة السورية فيما بعد بأنها هي التي فعلت ذلك، وقد حصل هذا الأمر. كما وفينا اللجنة بعدة تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو تؤكد حيازة الجماعات الإرهابية لمواد كيماوية واستخدامها في مناطق سورية عدة. وبالرغم من كل ما تكشف عن محاولات الجماعات الإرهابية لتهريب أسلحة كيماوية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سوريا، ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي كانت قد طالت كلا من بلدة خان العسل في ريف حلب ومناطق في ريف دمشق في 21 آب أغسطس 2013، فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكنا، لأن دولا نافذة فيه عملت على منع فريق الدكتور سيلستروم من الاطلاع بمسؤولياته في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له بلاد سوريا. وشنت هذه الدول حملة من التهديدات بالعدوان على بلادي، وبدأت ترسم خطوطا حمر وخطوطا خضر وخطوطا صفراء لنفسها. لا بل إن هذه الدول ذاتها تغاضت عن ضرورة مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم هذا الإرهاب، ناهيك عن قيام هذه الدول إياها بعرقلة مشروع القرار الروسي الصيني المقدم في مجلس الأمن، والرامي إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع الجماعات من غير الدول من حيازة واستخدام الأسلحة الكيماوية. السيد الرئيس، تؤكد حكومة بلادي مجددا التزامها بالصكوك والمقررات الإجراءات المعمول بها للتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديد المتمثل في وصول أسلحة الدمار الشامل ليد الإرهابيين والجماعات من غير الدول. وقد عززت الحكومة السورية من إجراءاتها ذات الصلة بشكل مستمر، ووافت لجنة القرار 1540 بخمسة تقارير وطنية حول تنفيذ هذا القرار. إن حكومة بلادي تطالب مجلس الأمن ولجنته الفرعية مجددا بالاطلاع بالمهام الموكلة إليهما لضمان عدم حصول الجماعات الإرهابية الناشطة على أراضي بلاد سوريا ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب على فعلها الشنيع هذا، لأن من شأن ذلك المساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق الولاية المناطة باللجنة الفرعية المختصة في معرض تنفيذ القرار 1540. ختاما السيد الرئيس، أود أن أشير إلى أن الزميلين مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد أشارا إلى أن لجنة التحقيق المشتركة الجيم ستنظر في الحالات التي تم استخدام السلاح الكيماوي فيها مؤخرا، وهذا الكلام يدل على أن هذين الوفدين اللذين يمثلان دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن لا يعرفان عما يتحدثان على الأطلاق، لأن ولاية الجيم لا تشمل الحوادث التي جرت مؤخرا، وإنما تقف عند الحالات التسع التي كان قد تم تحديدها من قبل لجنة الـ FFM سابقا. ولذلك فإنه من المعيب أن يتحدث ممثل دولة دائمة العضوية عن ملف وهو على غير دراية به، خاصة إذا كان هذا المندوب يأتي من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. شكرا سيد الرئيس. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام كلمة الدكتور بشار الجعفري طبعا في هذه الجلسة لمجلس الأمن طبعا حول قرار منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
طبعا ختم كلمته بالانتقاد كبير ل طبعا ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أستاذ أحمد. طبعا نقاط كثيرة أثارها الدكتور بشار الجعفري وهامة جدا متعلقة باستخدام الجماعات الإرهابية المسلحة لأسلحة كيماوية طبعا أمام المجتمع الدولي وبمعرفة وضلوع ومساعدة دول كانت موجودة كما قال في الجلسة ومجموعة دول عربية وأقليمية. إلى أي حد اليوم فعلا المجتمع الدولي يجب أن يطلع بمهامه وتحديدا بهذه النقطة وإيقاف تسليح المجموعات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة بما فيها هذه الأسلحة الكيماوية؟ يعني دائما نتحدث عن النظرية وعن التطبيق، هناك نظرية ولكن هناك خلل في تطبيق هذه النظرية، هناك قانون دولي ولكن هناك انتقائية في تطبيق القانون الدولي، هناك دول تتفاخر بأنها دول مارقة على القانون الدولي، دائما يحاولون إما أن يضللوا التحقيق وإما أن يجعلوه ناقصا، خان العسل إلى الآن لم نجد بأن هناك نتائج قد أعلنت حول المسؤول، يقولون بأن هناك استخدام للسلاح الكيماوي أو للمواد الكيماوية ولكن من المسؤول؟ حتى لو أعلن عن المسؤول سوف يلصقون هذه التهمة بتنظيم فصيل إرهابي لأنه يصعب ملاحقته وفق القانون الجنائي الدولي كمؤسسة أو كتنظيم أو كدولة، ولكن لا يتم السؤال عن الدول التي سلمته هذا السلاح. الولايات المتحدة الأمريكية وفق الكثير من التقارير، حتى تقارير ويكيليكس، حتى الكثير مما أشيع في تقارير حتى الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن هناك مسؤولية لهيلاري كلينتون وأيضا مسؤولين أمريكيين في تمرير غاز السارين الذي استخدم في الغوطة الشرقية، ولكن هذه الأمور تم الطمس أو تم التغاضي عليها. إذا إلى متى بالفعل، سؤالك دقيق، إلى متى سوف يتعظ أو سوف يدرك المجتمع الدولي بأن ما يقوم به في سوريا أو يتعامى عن تنفيذه في سوريا سوف يرتد عليه عاجلا أم آجلا؟ لأن مثل هذه الأدوات ومثل هذه المواد إذا وصلت إلى هذه التنظيمات الإرهابية لن يحددوا أو لن يكون بإمكانهم حصر ساحة المعركة التي يمكن استخدام هذا السلاح فيها في الدول المستهدفة. ممكن جدا أن تنتقد هذه المواد. يعني في تقرير قرأته منذ 3 أشهر كان يتم الحديث عن إمكانية داعش، إمكانية استخدام داعش أو تجهيز داعش للقنبلة القذرة. من أين أتت مواد هذه القنبلة إن لم يكن هناك بالفعل جهات واضحة، جهات حكومية في دول معينة تمود هذا التنظيم بالوسائل الضرورية لصناعة مثل هذه القنبلة؟ إذن هناك كما قلنا هناك انتقائية في تطبيق القانون الدولي. نعم دكتور أيمن، سؤال أخير لحضرتك طبعا بما يتعلق بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الاستنزاف والاستمرار بالاستنزاف، وأيضا أشار إلى هذه النقطة الدكتور بشار الجعفري، إلى أي حد باستخدامها ورقة الضغط الأخيرة اليوم نستطيع القول بأنها قادرة فعلا على تحقيق أهدافها؟ أنه لا ما تريد من قلب المعايير ورسم معادلات جديدة لن تستطيع تحقيقه؟ يعني لو تسمحين لي بنصف دقيقة فقط أعلق على الموضوع. بناء ملفات إنسانية أو ذات طابع قانوني مثل ملفات استخدام أو تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية، أعتقد أن هذه عادة غربية سمجة وهي حدثت أيضا في العراق، فيصبح احتلال بلد وتغيير خريطة وإسقاط نظام قومي بغض النظر عن ممارساته، ولكن تدخل غربي أطلسي في بعض الأحيان من أجل إسقاط أنظمة بأكملها ولكن تحت غطاء إنساني أو تحت غطاء خارق لقانون معين أو مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والتدليس على الأهداف الحقيقية وهي أهداف استراتيجية لها علاقة بخريطة الصراع العالمي. بمطلق الأحوال أعتقد أن كما قلت سابقا أن الأمريكي يحاول أن يحجز لنفسه الآن مقعدا داخل الخريطة السورية، خريطة الحل التي ينتظرها الجميع بمطلق الأحوال. وأنا واثق أن التقييم الأمريكي بأن الكردي، الطرف الكردي أو بعض الأطراف الكردية هي حليف جيد بالنسبة للأمريكي ويمكن الاعتماد عليها، وجرى تجربة هذا الاعتماد في أكثر من محطة في منبج وغيرها، وأعتقد أن تقييمها بالنسبة للأمريكي جيد. إلى أي مدى سيذهب الأمريكي في التصعيد؟ لا أعتقد أننا بصدد تصعيد غير تقليدي إذا ما استطعت أن أعبر بهذه الطريقة، ولكن هناك تثبيت للورقة الكردية
وللورك وللأمريكي تحديدا هو يعي تماما بأنه لا ثمن حقيقي للورقة الكردية بعيدا عن الحساسية التي تثيرها على الحدود التركية، خصوصا لجهة في مرحلة ما بعد في تركيا وفتح ملفات تجاذب ما بين أنقرة وواشنطن. إذا الأمريكي يريد أن يمتلك أوراق له في الملف السوري، يريد أن يمتلك أوراق أيضا بوجه الروسي، وتحديدا الآن وبشكل مستجد بوجه التركي، ولذلك الورقة الكردية مهمة جدا. لذلك نستطيع أن نفهم الحسكة، ونستطيع أن نفهم لاحقا وسنفهم أيضا جرابلس وغيرها. الملف الكردي مرشح لأن يكون أكثر في الواجهة، ولكن مع تصعيد بسقوف معينة أشكرك، عالية ولكن ليست مطلقة. أشكرك جزيل الشكر طبعا الكاتب السياسي الدكتور أيمن عقيل، كنت معنا عبر خدمة السكايب من ميونخ، شكرا جزيلا لك، وأيضا بدي أشكرك شكرا ضيفي لك. بالاستوديو الأستاذ أحمد قلعجي المحامي والكاتب السياسي، شكرا جزيلا شكرا لوجودك معنا. لكم. الشكر الأكبر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على طيب المتابعة، بأمان الله.